وينضم معنا من بغداد عمر الفرحان عن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. بداية، الأمم المتحدة قالت عن احتجاز 1036 طفلا بالعراق في قضايا تتعلق بالأمن الدولي أن هذا الأمر مرفوض وهو يخالف قانون حقوق الإنسان. ما مدى قانونية هذا الإجراء؟ مرحبا بك وتحية للمشاهدين الكرام. بداية، احتجاز الأطفال في هذه الصراعات المسلحة الداخلية لا يمكن بأي حل من الأحوال تبريره تحت أي بند من هذه البنود، وإن كان هناك تجنيد قسري لهؤلاء الأطفال فالمسؤول الأول والأخير هو إما الحكومة وأطراف النزاع، وبالتالي لا يمكن للحكومة الحالية أن تقوم بهذه الإجراءات وفق القانون الدولي، وبالتالي تقوم الدولة على واجبها حماية هؤلاء الأطفال ثم تربيتهم أو تعليمهم وفق المناهج الدولية حتى تأهيلهم إلى مجتمع آمن. ولكن كما هو معلوم فإن الميليشيات والقوات الحكومية قد مارست تجنيد الأطفال قسرا، وبالتالي فهي المنتهك الأول للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الأمم المتحدة عندما ترصد هكذا تقارير تشخص الحالة بطبيعتها ووفق الإحصائيات ووفق المعلومات المعطاة من قبل منظمات المجتمع المدني ومن قبل الأهالي على أن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها قامت بتجنيد الأطفال قسرا، وهم يشكلون خطرا أو الحلقة الأصعب في هذا حلقة النزاع. ويعني في هذه تقوم الدولة هي من تقوم تربية تعليم الأطفال على تهديد الأمن والسلم المجتمعي ومن ثم كيف يمكن الدولي. كيف يمكن لحكومة أن تعاقب أطفالا على جرائم لم يرتكبوها بدعوى صلتهم بتنظيم إرهابي؟ نعم، هو هذا ما نحن في صدده. يعني لا يمكن كما ذكرت قبل قليل بأي شكل من الأشكال أن تقوم هذه الحكومة بمعاقبة الأطفال، وهؤلاء أن تم رفض الحالات هذه فعلى الحكومة أن تقوم ببناء أو تقوم بتحية مؤسسات أخرى لتقوم محل المجتمع بتأهيل هؤلاء، وبالتالي فإننا نرى أن أزمة يعني رأس الأزمة هو الحكومة، وهي التي من تقوم بتجنيد هؤلاء الأطفال وهم من تقوم ب يعني انحراف مسارهم. طيب، إذا كانت الحكومة هي يعني هي الحكم والجلاد في حالتنا هذا، إذا أين العدالة؟ لماذا لا تتدخل المحاكم الدولية؟ هذه هي الكارثة التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث سيكون هناك يعني السياسة هي الساعد لها الدور الأقوى في هذه الحلقات الخطيرة من حلقات الانتهاك لتسليم حقوق الإنسان. وتقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الأقوى، تقوم بإرفاد هذا التقارير أو إرفاد العقاب عن هذه الدولة، وبالتالي فإنها تسمح لنفسها بأن تصدر هذه التقارير وتسمح لها بأن تكون هي الحكم والجلاد في نفس الوقت كما ذكرتم، وبالتالي فإنه يعني المصير العراق مصير ملف حقوق الإنسان في العراق ملف متعب جدا وملف شائك، لا يمكن بأي طريقة في الوقت الحالي على الأقل أن تقوم المنظمات الدولية بإحقاق الحقوق لهؤلاء. طيب، ألا تعتقدون أستاذ عمر أن هذه العقوبات الجماعية التي تحصل اليوم بشكل جماعي في العراق تساهم في زيادة تفجر العنف، لا سيما أن الصليب الأحمر يقول أن مليون نازح لم يعودوا لمناطقهم، وتقارير حقوقية أخرى تقول أنهم ممنوعون من العودة أصلا؟ نعم، وهذا ملف آخر يضاف إلى الملفات الخطيرة التي تدان بها الحكومة الحالية، فملف المهجرين وملف الأطفال وملف النساء كلها ملفات خطيرة يجب أن يتعامل معها المجتمع الدولي بحذر، ويجب أن يتعامل المجتمع الدولي معها بحدية حتى أن تقوم يعني من صلاحيات مجلس الأمن التدخل الفوري لإيقاف هذه الانتهاكات،
والى الان لم نرى الى يعني التحرك العاجل لمجلس الامن ولا الجهات المخوله بهذا الملف حتى توقف هذه الانتهاكات الخطيره. وكما يقال ان هذه الملفات تدار بقوه وبعنايه من قبل الولايات المتحده الامريكيه في الرخص الامم المتحده، فهي تضغط بشكل كبير على ان تكون هذه الملفات قيد الوقف التنفيذ فيها الى ان تقوم ب يعني تغييرات سياسيه وتغييرات جذريه في المنطقه. من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان كنت معنا، شكرا جزيلا لك.